قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق انه تم خلال الايام القليله الماضيه رصد تصريحات مفادها ان سبب عدم اسناد مهمه الحوار الوطني الى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءات القادره على تولي زمام هذا الحوار وفي بيان صحفي اكد رئيس مجلس الشيوخ ان المجلس يضم قامات في شتى المجالات بالاضافه الى ان 25% من تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني هم اعضاء برلمانيون ومن بينهم عضو بمجلس الشيوخ كما اشار رئيس مجلس الشيوخ الى ان اسناد مهمه اداره الحوار الوطني للاكاديميه الوطنيه للتدريب يعد بمثابه خطوه على طريق تعزيز المشاركه الفعاله لمختلف الرؤى الوطنيه والخبرات الفنيه والاستماع لجميع وجهات النظر القوى السياسيه